السلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. احنا بتوع المستعمل معانا النهارده فساد 2014 فابريكا بالكامل توب لاين حاله مميزه جدا، ومعانا فانتازيا الفئه الاولى فابريكا بره وجوه بالكامل حاله مميزه جدا، ومعانا كمان سيراتو 2016 الفئه الثالثه فابريكا بره وجوه 39000 كيلو حاله الزيرو تماما، ومعانا كمان كيا كارينز لعشاق الكيا كارينز الحالات المميزة جدا 60000 كيلو موديل 2010 فابريكا بالكامل من الاكسدام للاكسدام. تابعونا بعد الفاصل واحنا بتوع المستعمل. فانتازيا 2010 فابريكا بالكامل عاملة 75000 كيلو الفئة الأولى، هنستعرضها بسرعة بالقلم. هنلاحظ هنا هو الرفرف فابريكا، كبوت فابريكا، الباب فابريكا، فابريكا 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 فابريكا. الرفرف ان هو لاحظ فابريكا. كل عربيات النهارده المعروضه ان شاء الله بدون اي دهانات، حاله مميزه جدا. بالنسبه للناس اللي بتقول لي الاسعار بتاعتك غاليه شويه، فهي غاليه لان الحالات بتبقى مميزه شويه. في عربيه اخت ديت بسعر اقل من اللي انت بتشوفه النهارده ممكن اجيبها لك بكل سهوله. نبص على عداد العربيه، هو 79000 كيلو. عصاية الفتيس في حالة ممتازة، حالة الصالون. بص بس بسرعة على الكنبة الخلفية، هنبص على حالة الكنبة تاخد تلاتة كويس، وهنلاحظ ان هو فيه تكييف خلفي، مساحة ممتازة تاخد تلاتة بشكل كويس جدا. العربيات من اكثر مواصفات الامان العالم موجودة. نبص بسرعة على سعة فوق الممتازة، انا متأكد يعني تاخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اكتر من ست شنط سفر. سعة تخزين ممتازة. نظرة سريعة على حالة الدواخل، بنلاحظ ان هو مفيش اي حاجة، بنط فابريكا كامل، مفيش اي حل في الرفارف. الجزء اللي جوه بنط فابريكا، بنط فابريكا، مفيش داعي لاي قلم يتحط. الناحية التانية كذلك، البطاحة سليمة، الشنب سليم، مفيش حاجه اتحلت. دايما وانت بتشتري عربيه مستعمله ركز على الصواميل اللي زي كده، والصواميل اللي زي كده اهوت لو اتحلت من مكانها يبقى في حاجه متغيره. هنا الصدر بحالته تماما، بنط الفابريكا باينه، مفيش اي خبطات ولا صدمات على البارد. السياره حاله فوق الممتازه، ولا تحتاج اي مصاريف اعتماد. احنا بتوع المستعمل، وريفيو بسرعه على العربيه اللي بعدها. اتفرج على العربيه الباصات اللي بعديها، هي توب لاين اعلى فئه كامله، فتحه سقف وكراسي وسخانات وحساسات وكل حاجه. هنبص ان هو على الكبوت فابريكا فابريكا فابريكا، فتحه السقف موجوده. للاسف المفتاح مش موجود دلوقتي، فهنضطر نصور العربيات من بره. وهنا الرفرف فابريكا فابريكا فابريكا. فابريكا فابريكا. هنحاول نبص على الصالون من هنا، طارة سليمة جدا مفيهاش أي تآكل. الشاشة العريضة، عصاية الفتيس كله تمام. الأسعار والسعر هيبانوا مع الصورة بعد الفاصل، وريفيو على العربية اللي بعدها. العربية اللي بعدها هي سيراتو 2016 الفئة الثانية عاملة 39000 كيلو، هنستعرضها بسرعة بالقلم. هنلاحظ هنا الكبوت فابريكا، الجناب هنا خربوش بسيط جدا على الرفرف دوت، ولكن مفيش أي رش حصل. العربية حالة فوق الممتازة. هنلاحظ هنا غمازة على المراية، إشارات فابريكا، لزق في المصنع لسه موجود. فابريكا فابريكا. نلف لفه حوالين الجنب التاني، فابريكا 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 فابريكا. استعراض على وش العربيه.
العربية اللي بعديها بأقصى سرعة هي كارنز 60,000 كيلو، فابريكا بالكامل من الإكسدام للإكسدام، الفئة الأولى، لون مميز جدا لعشاق الكارنز الحالات النادرة. الرف اللي بعده فابريكا، الشنطة فابريكا 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 فابريكا. العربية أساسا تقريبا بنسبة 99% مفيهاش أي خرابيش، مش مغيرة أزاز، مش مغيرة حاجة، استعراض لوش العربية من الأمام، حالة فوق الممتازة. العربيات اللي كانوا معانا النهارده في احنا بتوع المستعمل، هيكون معايا ان شاء الله الريفيو الجاي الشاهين ديت، وهيكون معانا فيات سينا موديل 2002 فابريكا بالكامل، واشوفكم الريفيو الجاي على خير ان شاء الله. كان معاكم هشام ابو زيد من احنا بتوع المستعمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.